أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات يوم الأحد القادم الموافق 16 من أكتوبر الجاري إجازة رسمية لكافة الموظفين والعاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاون والخاص، وذلك بمناسبة العيد 59 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة. قالت الوزارة في بيان صادر عنها استناداً إلى قانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية، تعلن وزارة الخدمة المدنية إن الذكرى 59 لثورة 14 من أكتوبر تصادف يوم الجمعة، حيث إن يوم الإجازة قد تداخل مع يوم إجازة رسمية آخر، فإنه تقرر تحديد يوم الأحد الموافق 16 من أكتوبر إجازة رسمية ولمدة يوم واحد.